أنا استوقفني هذا الدعاء حينما كنا نقرأ صحيح مسلم على أحد شيوخنا. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء تحديدا؟ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال هذا الرجل لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فتأملته فوجدت فيه شيئا عظيما. تأمل معي كلمات هذا الدعاء: ربي، اعتراف بالربوبية وفيه تحقيق للألوهية، لأنه دعاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفيه نداء لله، ففيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى: اغفر لي. وهذا فيه إثبات معنى صفات الرحمة والعفو، وهذا لا يكون إلا مع قدرة وكمال الإرادة. خطيئتي، هذا فيه الإيمان بمبدأ الخطايا والحسنات والسيئات، وإثبات أن لله سبحانه وتعالى حقوقا على عباده يوم الدين. وهذا فيه إثبات الحياة بعد الموت والحساب، وقدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، وأن الحساب في الآخرة سيعقبه عقاب وثواب. وانظر إلى جميع هذه المعاني التي ذكرت في هذا الدعاء والتي استنبطناها من هذا الدعاء، ستجد أن الإنسان قادر على معرفتها بالتفكر فقط. وهذا بينته في سلسلة طريق الإيمان. بمجرد التفكر العقلي الصحيح تستطيع أن تصل إلى أن الإله لا بد من أن يتصف بكل هذه الصفات.